وذبح إذن تحسين على الطريقة التي تنبأ بها، بأسلحة كاتمة وسط البصرة، 20 رصاصة. إذن لم تنهي عمر الورد لهذا الشاب وحسب، بل إنها انقضت كعادتها على من يتأمل بهم الوطن بغد، من غير فصائل ولا فساد، ومن غير أبو جهل ولا تابع. هو شمعة أخرى تطفأ إذن، ولعل لقاتليه النجاح بين قتل هذا وذاك لإطفاء بصيص أمل لمستقبل الوطن، وليبقى جنح الظلام يخيم على مشهد وواقع وسماء العراق. تحسين أسامة الشحماني، آخر كوكبة الراحلين حتى اللحظة، هو أحد ناشطي الحراك الشعبي منذ العام 2011 في البصرة، لكنه ارتكب أفعالاً كهذه الصورة مثلاً. وجهت أعين الجبناء نحوه حتى تحركت فوهات الغدر لتنتهي بذلك حياة شاب يافع وشجاع، ليخيم على الشارع ومواقع التواصل البكاء والنحيب، تارة لدماء تحسين وتارة لوطن يرفض الموت أن يفارق شوارعه. الموقف الأمني وكعادته سيقيد الجريمة ضد مجهولين لاذوا بالفرار. إلى أين لاذوا؟ ومن هم؟ ومن وراءهم؟ تحسين يعلم أكثر من غيره أنه ليس لقاتليه حساب، لأنه ببساطة عراقي حالم لوطنه ولشعبه بالقفز من الموت إلى الحياة، غير أن رائحة الموت التي تجوب المدن والبيوت والردهات ضمت تحسين الشحماني بعشرين رصاصة، ضعفها ذكرى الشهيد هشام الهاشمي اليوم، إلى كوكبة شهداء شباب العراق، ولربما لنا في نعي الآخرين بقية. نم قرير العينين يا تحسين، وانتظر قليلا أو كثيرا، فقد يهدأ العراق يوما، وربما سينتهي ضجيج الفوضى، ويصادر السلاح المنفلت، وتعود شياطين الجريمة إلى جحورها، أو تودع زنازين القصاص، وحينها قد يتوقف شلال الدم البريء، وتتجمد الدموع في أمقل الأمهات والزوجات والأبناء.